السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا خرافي يا خنفشاري، مرحبا بك في قناة سموك يوتيوب. طبعا يا أسطورة الزمان، كثير منكم كتب لي تحت في التعليقات يا تخاري ليشوف حسابك الأساسي. ايش حسابك الأساسي؟ حسابك الأساسي راح اقصد حسابك اللي راح تلعب فيه او راح تكمل فيه لعبة فري فاير في الوقت الحالي. فاليوم يا حبايب قلبي راح اسوي استعراض لحسابي الجديد، مع انه تقريبا 37، ولكن في اشياء راح تشوفوها ان شاء الله في هذا الفيديو، الاسلحة والاسكنات اللي فيه، ومن بعد كذا راح نلعب جيم سولو. ولكن قبل لا نبلش في هذه الشغلات، قررت ان اسوي بث مباشر تجريبي في تطبيق نيمو تي في. يا أسطورة الزمان، رابط صفحتي على نيمو تي في راح تحصله تحت في صندوق الوصف. اضغط على الرابط وضيفني في نيمو تي في، وان شاء الله خلال هذول الايام راح اسوي بث تجريبي. فاذا شفت البث خرافي خنفوشاري ان شاء الله راح استمر معاهم. فيلا يا أسطورة الزمان، امشي وحط سبسكرايب او اضيفني في نيمو تي في، وخلونا نشوف الحساب وش فيه. طبعا يا حبايب قلبي، الحساب لي في الايواس 37، مشحون في فاير باس، فاير باسين، فاير ثلاث فاير باسات. الحساب في 457 لايك. معقول انا استخدم هذا الحساب؟ ولكن انا ما طمع يا حبايب قلبي. خلونا نمشي نشوف الأسلحة على السريع يا أحباب قلبي. في الأمبور الجديد، في الأكي الجديد والأكي دراج المؤقت، وهذا الأكي الأصفر. M14 في واحد، سكار الزهري في واحد، الجروزا في هذا الجروزا الجديد، وفي الاسكا اس هذا، وفي الفاماز والفاماز الذهبي الدراغون في الجديد، والاكس ام 8 هذا السريع، شيء خرافي، شيء خنفوشاري، وهذا سلاح البلازما. طبعا يا شباب انا العب اكثر شيء بالسكار، ولكن سكار تيتان ما فيه، اذا راح نبدل على الاكي. اليو ام بي موجود، هذا اليو ام بي الزهري او اللون البنفتحي هذا، ومعانا الام بي 5 ثلاثة اسلحة، واحد فيهم مؤقت، ومعانا البي اس اس، هذا البي اس اس الخنفوشاري، هذا البي اس اس السريع مؤقت لثلاث ساعات وبعدين بيخلص، وهذا البي اس اس. طيب الام بي 40 الميكانيكي، شغل مضبوط، شغل برابر، وهذا الام بي 40 للارنب، ولكن انا استحب اني استخدم الميكانيكي. وهذا ما في سكن، وهذا ما في سكن، وهذا ما في سكن. نجي للشوتجن، الشوتجن السريع مؤقت، والشوتجن الناري مؤقت، والشوتجن هذا اللي فيه مدى 2 ودماج 1 مؤقت، هذا الشوتجن البرتقالي اللي فيه سرعة 1 ومخزين 1 وناقص في البعد 1 دايم. طيب يعني ما راح نستحمل الشوتجن في هذا الحساب. طيب معانا هذا الاوم الخنفوشاري في دماج 1 ولكن البعد ناقص 1، المخزين زايد 1، اذا راح نستخدمه هو. والكار، الكار الزهري او البنفتحي. طيب مسدسات، هذا اللي ما في داعي نستعرضهم. معانا هذا المقلة، ومعانا هذا السيف، ومعانا هذا المضرب، ومعانا هذا السيفين. طيب معانا قبضة البوكس، طبعا هذا القنابل، هذا اشياء ما في داعي انكم تشوفوها. طيب يا حبايب قلبي، نجي على سكنات الملابس. طبعا سكنات الاسلحه ما لين هذيك الدرجه قويه، فقط اللي عجبني فيهم الاكي. طيب نجي على الاسكنات يا شباب، استعراض سريع مثل ما انتم شايفين. معانا هذا للحاضنه، ومعانا هذا الاسكن، خلونا نستعرضه بالكامل للفاير باس تقريبا، ومعانا هذا الاسكن اللي هو للفاير باس تقريبا، اذا غلطت في اي شيء اكتبوا لي تحت في التعليقات. طيب ومعانا هذا سكن للفاير باس تقريبا، هذا الاسكن او هذا الكاب ما اعرف لوش نزل. معانا هذا الاسكن الجديد، طبعا انا هذا ما لحقت عليه لانه كنت معتزل في هذه الفترة، او يمكن ملحق عليه ولكن ما كنت اشحن. طبعا يا شباب انا تركت اللعبة شوي فترة، تركت القناة، والحين راجع شفت سكنات عجيبة غريبة. طبعا هذا اذكره نازل في الدايمون رويال، وهذا الاسكن الخنفوشاري اعتقد نازل في هذه الايام. طيب يا حبايب قلبي، هذا اسكن الحاضنة، وهذا اسكن الحاضنة، وهذا اسكن خنفوشاري صراحة عجبني، مع انه البنطلون من احلى البواطلين، ولكن هذه الاشياء ما الملاكمة ما عجبوني فيها. انا احب البواطلين الجيشية صراحة، انا احب الملابس الجيشية. فيا حبايب قلبي، اسكن خرافي خنفوشاري دراماتيكي. طيب معانا هذا الشعر، طيب هذا الاسكن صراحة حلو، ومعانا هذا الاسكن اللي نزل في قسم التخفيضات،
ومعانا هذا الاسكن الابيض شغل مضبوط شغل برابر، ومعانا هذا الاسكن ومعانا اسكن السجين بالكامل. طيب يا هبا يا قلبي، اشياء خرافية ما شاء الله، من اسكنات الملابس شيء خرافي، يعني حساب مضبوط. معانا اسكن الشيطان طبعا، ومعانا هذا بلوتو المكار، ما اعرف شو اسم هذا الاسكن، هذا من قسم التخفيضات. اوه يا حبيب الملايين توت. طيب اوه لا لا والف لا، خلونا ارتب كذا. طيب يا حبايب قلبي، معانا اسكنات خنفشارية في هذا الحساب يا شباب. طبعا هذا الحساب جاني يا شباب من شخص عماني اللي هو ماخذ حسابي، عطاني هذا الحساب عشان اكمل فيه يعطيه الصحة والعافية. فيا شباب اسكنات البنات نمشي نشوفهم. طبعا اسكنات البنات راح نستعرضهم على السريع لانه ما في اسكنات كثيرة. طيب معانا هذا الاسكن. طيب يا حبايب قلبي، معانا اسكنات خفيفة لطيفة بطعم الفراولة المقرمش، معانا هذا الكنز السوداء، شيء خرافي شيء أدراماتيكي، حساب يعني تحسه مرتب باسكنات الملابس، ولكن من ناحية اسكنات الأسلحة شوي ضعيف، من ناحية الليفل ضعيف. طيب يا حبايب قلبي، طبعا شخصيات معاه بالكامل تقريبا مفتوحات، لا والله هذا للشخصيات مالين هذيك الدرجة يستخدموها الناس. ألوك معاه، هذه الشخصية الجديدة معاه، وهذا الشخصية الممثل معاه، فشيء خرافي يا شباب. الهي حبايب قلبي، أتمنى أنكم تنزلوا تحت تعطوني رأيكم تحت التعليقات وشاركم في هذا الحساب، راح أكمل فيه فترة مؤقتة وإن شاء الله يمكن أرجع أشتري حسابي مرة أخرى. طبعا حسابي لسه موجود في الكلان، يعني الشخص اللي شرى حسابي موجود في الكلان ما طلع، خلونا اراويكم حسابي، خلونا انقهر، يعني هو ما طلع من الكلان عشان يقهرني. طبعا هو هذا الحساب هو صاحب اكثر جلوري في الكلان، اللي في 64 74 مثل ما انتم شايفين. يا سلام يا ستار يا حبيب الملايين، بروفايل قوي، الليفل قوي، شيء خرافي شيء خنفشاري، ولكن خلاص يا شباب يقول لك بدي شيء عن شيء. خلونا الحين ناخذ لنا جيم سولو، واذا ناس تحط لايك حط لايك يا خرافي يا تربل خنفشاري. وبسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هذا الحساب فال خير او فال شر، يمكن هذا الحساب يخلينا من اقوى المحترفين في لعبة فري فاير. يلا خلينا نبلش. او برمودا على راكبين طائرة، الرجاء رفض احزمة الامان، سيتم الاقلاع بعد قليل. وجهتنا الى كلوك تاور، وكلوك تاور وترحب فيك وتقول لك اهلا وسهلا بك يا اسطورة الزمان يا حبيب الملايين توتو والفتو. متوقع درجة الحرارة 35 درجة مئوية، سماء مغيمة قليلا مع متوقع حطول الهيد شوتات الخنفشارية. خلونا نمشي ونشوف السلاح دراماتيكي ونبلش القتال بأقوى ما يكون. شفتك يا بطيخ. اوه هذا يريد يموت، خلونا اشوف السلاح هذا. اوه الناس صارت فوق الاسلحة يا حبايبي. اوه لا لا لا، انزل 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 تحت، الحساب جديد لازم نطلع احتراف هذا الحساب. طيب يا حبايب قلبي، لا لا معنا اسكا اس شي خرافي، انا احس اني اذا قربت اكثر بموت يا شباب. سوي اوه تبكي الشباب، اروح اجيب هذا ولا اجيب، لا تستعجل يا دخل، لا تستعجل، انت معروف اسطورة، اذا دخلت عليهم بتسوي. لا سرقة، لا 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 لا، بسرعة بسرعة كيف. أيوة اي موجود دخان. سالفة تق 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 تق، ما يمشي علينا نحن سالفة تق 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 تق، سويها هناك برا بعيد عنا. اوهو في واحد تقريبا يا شباب هناك في هذاك المكان، كني شفت واحد. اوهو شفتك يا حبيب الملايين، شفتك يا حبيب. اوه
اوهو الوان شوت الخون فوشاري. يا حبيبي لا تسوي الحركة بركة ستوب، ولا تحاول انك ترقص، ولا تحاول انك تدرعم علي، خليني شوي خليني. الحساب يعطيني حافز، هذا الحساب اعطاني حافز. انا كنت متوقع ان لما اودر هذاك الحساب خلاص بصير بوت، لكن اكتشفت ان هذا الحساب قال لي لا، نحن البديلون المناسبون، يقول كذا. اوه يا شباب يا شباب، لا سرقوها خلاص سرقوها. كفو كفو يا أسطورة الزمان، كفو. مع أن كل الضرب أصفر ولكن كفو كفو. أهم شيء أننا نقتل، إحنا أهم شيء أن عندنا نقتل، إحنا ما ركز على الهيت شوتات أصلا. لما يكون اللعب نظامي أصلا أبكي بهيت شوتات أبدا. طيب الحركة الحركة حركة 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 اللولولولول. أوبا اوبا، لا اوصلي اوصلي يا اخي لا تفضحينا. هذا كيف بنطلع عدنا احنا من هناك؟ درعم علي يعني ياك الدخان جهز حبي. You're never gonna make it. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Stop. No, 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 no. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna. Oh. ما في داعي اني اتكلم، ما في داعي اني اقلق كثير. الشيء واضح، الشيء واضح، الشيء واضح. يعني الكتاب يقرا من عنوانه. وش يقرا من عنوانه؟ ينقري من عنوانه. اللغه العربيه في خطر يا دخل. هذا راح يطلع من الزون يا حبايب قلبي، يعني لازم نقضي عليه قبل لا يطلع من الزون. خلونا نتخبى خلف هذه الشجره. وهو شافنا. لا يا الله يا كريم، كيف جابني هيد شوت؟ ليش طلعت؟ والله كفو عليه. والله اتوب اليك، ليش تطلع يا دخان؟ ليش تطلع؟ ليش تسوى هذه الحركة الخنفوشارية؟ جابني هيد شوت لعبة فري فاير، صاير عطش هيد شوت، صاير عطش هيد شوت. لا الأسطورة دخان، كفو دخان 38. مفاجأة أخوك فوشارية. نشوف ايش يعطونا. كعب سهر 7 أيام وشري كمان، لو ما أعطيتونا هذا الشيء أبداً يعني أنا أتعب حاليا أرفع لي في العشر هذا الشيء. المهم يا حبايب قلبي، أنتوا شفتوا الحساب وشفتوا الجيم الغبي اللي سويت فيه حركة غبية في أواخر الثواني. يا حبايب قلبي أعطوني تحت رأيكم في التعليقات وش رأيكم في الحساب. إن شاء الله هذا الحساب راح يكون فقط مؤقتاً، وبعدين راح أصدمكم بالأشياء الخنفشارية. أتمنى الفيديو نال إعجابك، وأتمنى أنك ما نسيت تحط لايك، وأتمنى أنك ما نسيت تضيفني في الانستغرام وتتابع صفحتي على النيمو لايف، لأن راح أصور فيها البث التجريبي خرافي خنفشاري. البث التجريبي راح يكون بعنوان مشاكل فقط، راح اسوي لهم مشاكل دراماتية. فأتمنى يا أسطورة الزمان انك ما تنسى هذه الشغلات. وكان محادثكم دخان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. See you.